دكتور جمال، استاذ اسامه، استاذ عزت، انا هسال سؤال سريع يعني وعايز اجابه بجملتين قبل ما نترك الباب للنقاش لكل واحد من حضراتكم. تتوقع الحزب الديمقراطي ولا الجمهور اللي يكسب؟ اتمنى الحزب الديمقراطي يكسب. واتوقع التوقع صعب جدا. استاذ اسامه، تتمنى ايه وتتوقع ايه؟ انا اتمنى كمال هاريس طبعا الديمقراطي. تمام، بس في حاجة اسمها تتوقع ايه؟ في حاجة، في مؤشرات. لا، ما هو الشرح بعدين. معلش، في مؤشرات وفي استطلاعات. الاستطلاعات، طب عشان بس انا عايز اوصل للناس رسالة. المؤشرات بتصب في صالح ترامب. الاستطلاعات بتصب في صالح كمال هاريس. يعني تتوقع ايه برضو؟ ما هو انا مش هخرج من جلدي. انا يعني تتوقع غير تتمنى. يعني لا، امنيه ان كمال هاريس يهزم ترامب. يعني لان ترامبيه زي ما تفضل الدكتور هتكون فظيعه جدا على العالم وعلى امريكا. تمام. وعلى الشرق الاوسط. تمام. استاذ عزت، انا شايف ان المؤشرات من الغرف اللي بتدير الانتخابات في الحزب الديمقراطي بتزداد تعقيدا وبتزداد تشاؤم، فأنا متخيل أنه ربما لديهم مؤشرات على أنه ترامب في طريقه إلى أنه يكون هناك فارق، حتى لو بنسبة 1% أو أقل، لكن كل الكلام على أنه ترامب ربما يكون متقدم، خاصة أنه زي ما أشار الدكتور محمد كمال أنه الموضوع بقى مش بس ولايات، الموضوع بقى في معركة. تمام. بين في المقاطعات الصغيرة. يعني أنت تتمنى مين ينجح؟ انا ما اتمناش، لكن الموضوع اصعب بكتير من انه، لانه زي ما اشاروا الاساتذه ومش عارف اتوقع برضه انه في فعلا في مشاكل في التعامل مع هاريس وفي مشاكل في التعامل. تمام. مع ترامب. طيب، هرجع للدكتور جمال، معلش استحملوني بس انا بعمل تجربه كده بسيطه. انا هفترض دلوقتي افتراض انه ترامب نجح، تاثيره بشكل مباشر في جمله على القضيه الفلسطينيه. ده هيبقى أسوأ خبر للقضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر. تمام. تأثيره على الحرب الروسية الأوكرانية، أعتقد هيبقى في فرصة لإنهاء أسرع للحرب في أوكرانيا بتقديم تنازلات لروسيا. مستقبل حلف الناتو هيستمر لكن بصعوبة، هيبقى في حاجة للتكيف لأنه في ضغوط ترامبية بدأت في فترة الرئاسة اللي كان هو موجود فيها، وأعتقد أنه هيوصلها هذه المرة، لكن الناتو مؤسسة أكبر من أنها تنهار، لكنها تواجه صعوبات. تمام. أستاذ أسامة، نفس الافتراض، لو نجح ترامب تأثيره على القضية الفلسطينية إيه؟ أنا بس عشان إحنا مش محور الكون في الموضوع ده. ترامب بالنسبة لروسيا هو شبكة إنقاذ لإنهاء الحرب الأوكرانية، وشبكة إنقاذ لحفظ ماء وجه بوتين. ترامب بالنسبة للصين خبر سيء، ترامب بالنسبة للقضية الفلسطينية خبر أسوأ. بالنسبة لحلف الناتو؟ بالنسبة للقضية الفلسطينية. تمام. بالنسبة لحلف الناتو خبر أسوأ جدا. تمام. وأسوأ للشرق الأوسط. طيب، على اكثر من صعيد، على صعيد النفط وعلى صعيد حل مشكله، ما احنا هنشرح دلوقتي كله، احنا بس ندي للناس نبذه، وعلى صعيد النفط وعلى صعيد المشكله الفلسطينيه. على صعيد الاهتمامات الدوليه احنا هنبقى في ذيل القائمه. تمام. وده هيكون حتى لو حصل اهتمام بالشرق الاوسط هتبقى صفقات مكحفه. تمام. لصالح قضايا العدل والاستقرار في هذه المنطقه. تمام. استاذ عزت، اعتقد ان الخطاب الانتخابي واضح جدا. ترامب، التخوف الاساسي من ترامب انه يطلق يد نتنياهو في، خاصه في تنفيذ بعض المشروعات اللي توقفت 2020، منها ضم الضفه الغربيه على سبيل المثال، منها كمان هي مساله انه الاعداد لتواجد دائم في قطاع غزه، وما عندوش مانع في ده، وقال ده صراحه، ودي من الامور ايضا اللي يجب ان نتحسب لها جيدا. اعتقد في حاله كمالا هاريس احنا بنتكلم على مرشحه هي امتداد طبيعي لبايدن، المستشارين في حملتها واللي بيصنعوا سياسه الشرق الاوسط هم ايضا
من نفس المعسكر تقريبا. لا لكن انا كان سؤالي كان ترامب لو نجح هيبقى ايه على القضيه الفلسطينيه؟ هم قالوا سيء جدا، حضرتك موافقهم؟ انا اعتقد هيكون سيء جدا. وبالنسبه لروسيا؟ بالنسبه لروسيا اعتقد انه قادر على ابرام صفقه، نفس الكلام متفق، هيكون جيد بالنسبه ل بوتين. تمام. وحلف الناتو؟ حلف الناتو اعتقد انه يكون في تراجع في العلاقه بين امريكا وحلف نفس الفلسطينية. تقريبا كلنا اقول برضه اتفضل. طبعا ماشي. القضيه الفلسطينيه ستتوقف حرب غزه وسيتجمد حل الدولتين، اوكي، وهنشتغل في الحته اللي في النص بقى، ترتيبات امنيه لغزه، قوات مش عارف ايه، شويه اعاده بناء ومشاريع اقتصاديه. ده بالنسبه للقضيه الفلسطينيه. بالنسبه لاوكرانيا ستتوقف ايضا الحرب على وضع القوات العسكريه اللي موجوده على الارض. وانا يعني اتوقع انه روسيا خلال الفتره القادمه وحتى 20 يناير توسع عملياتها العسكريه للاستيلاء على المزيد من الارض، وهيبقى وقف اطلاق النار قريب من الطريقه اللي تم تعامل فيها مع الازمه الكوريه. انه خلاص بقى في خط كده، ما حدش قابل الخط ده، بس هذا هو الواقع الذي نتعامل معه. طبعا ده مش حل، ولكن سيتم الحفاظ على الاوضاع. حلف الناتو طبعا هتزداد الضغوط على الدول الاعضاء للمشاركه بشكل اكبر في التمويل، واشك تماما انه لو حصل اي اعتداء على دوله من دول الناتو انه ترامب هيفعل الماده الخامسه اللي بتقول الدول كلها تدافع عن بعضها البعض، وان امريكا سترسل قوات للدفاع عن حلف الناتو. معلش هكمل برضو في نفس الحاجات السريعه.